انطلقت في دبي فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، وتحمل القمة شعار استشراف حكومات المستقبل بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من مختلف دول العالم. انضم إلينا من دبي مراسلنا درويش الطويل. درويش، إذن هذا هو اليوم الأول، جلسات مهمة كثيرة، حضور حكومي عالمي موجود فيه، لو تطلعنا على أبرز الأفكار اليوم. نعم ماجد، بالفعل تتجه الأنظار بعد قليل إلى الجلسة الرئيسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر، والذي سوف تكون له جلسة حوارية تحت عنوان سيتحدث عن أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية. إضافة إلى ذلك ماجد، هناك أكثر من 20 رئيس دولة هنا يتواجدون ورؤساء حكومات، إضافة إلى أكثر من ماجد من 250 وزيرا على مستوى العالم يتطرقون طبعا ماجد إلى أهم هذه التحديات. من أهم التحديات طبعا هي مرتبطة بحياة البشر، منها مثلا مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وأيضا موضوع البطالة، وأيضا التواصل والتعليم، وحوكمة طبعا المرونة الاقتصادية، إضافة إلى استكشاف آفاق جديدة واستدامة وتصميم واستدامة المدن العالمية. وبالتالي ماجد هناك طبعا محاور كثيرة، هناك حوالي ماجد أكثر من تقريبا من 22 منتدى عالمي يتم انعقاده خلال القمة العالمية للحكومات، وبالتالي الوزراء الموجودين هنا يتطلعون إلى قضايا عديدة تمس خدمة البشرية وتطوير العمل الحكومي. وبالتالي الجلسات هنا تستمر على مدار 3 أيام. الشعار لهذا أو هذه القمة هو استشراف حكومات المستقبل، وبالتالي ماجد على مدار 3 أيام الجلسات مستمرة في قضايا مختلفة من قضايا تمس البشرية، وبالتالي أيضا ماجد هناك قضايا بيئية، قضايا اقتصادية، قضايا في الطاقة، قضايا في الصحة والتعليم. من دبي مراسلنا درويش الطويل، شكرا لك درويش.